مراتب القصد خمس: هاجس ذكر، فخاطر، فحديث النفس، فاستمع. يليه هم فعزم، كلها رفعت سوى الأخير، ففيه الأخذ قد وقع. يبقى مراتب القصد كم مرتبة؟ خمسة. أول مرتبة لأنك تقصد الشيء، الهاجس، يسموه في العربي الهاجس، هاجس. يعني إيه هاجس؟ جات لك الصورة فقط، عايز تصلي، فجات لك انت شكلك كده وانت بتصلي، بس ايه الصورة دي؟ يعني عايزني اقوم اصلي ولا ما صليش ولا كذا؟ لكن هي اول القصد انك تشوف الصورة دي، سواء كانت طاعة او معصية، حاجة صورة حصلت في ذهنك ايجابية او سلبية، ماشي، هاجس، جه الهاجس كده. فخاطر، الصورة تثبت وتتأكد، يعني الهاجس صورة تمر، والخاطر صورة تثبت. حديث النفس، بدأت أقوم أصلي ولا بلاش علشان اقعد في الدرس، ولا ورايا ميعاد ناخر الصلاه شويه ولا نقدمها؟ حديث نفس رايح جاي كده، تردد في الفعل. هم، مالت النفس الى الفعل. الهم هو ميل النفس الى الفعل. فشفنا الصلاة، عايز أقوم أصلي، يعني نفسي، مالت نفسي 70%. العزم، صممت إن أنا أقوم أصلي، توكلنا على الله، قمت أصلي كده، ده عزم. بقى هنا عند العزم هذا، إذا كان خيرا كتب الله لك به حسنة حتى لو لم تفعل، فإذا فعلت كتبها لك 10. وإذا كان شرا وتبت منه كتب الله لك حسنة، فإن فعلته كتب عليك سيء، من رحمته الواسعة. العزم أنت مؤاخذ عليه، وأيضا أنت مأجور عليه حتى لو لم تفعل. فإذا العزم عمل من أعمال القلوب، ولذلك أنت أجرت عليه لأنه عمل من أعمال القلوب. يبقى مراتب القصد خمس: هاجس ذكر، فخاطر، فحديث النفس، فاستمع. يليه هم فعزم، كلها رفعت سوى الأخير. الأربعة رفعوا، الهاجس ما تتعاقبش عليه. واحد جات له إزازة خمرة ومشيت كده، وبعدين ثبتت أمامه، وبعدين قال الله وأنا عايز أشرب خمرة ولا إيه، كل ده معفو عنه. في الأمم السابقة كان يؤاخذ به شدة عليه، شددوا على أنفسهم فشدد الله عليه. في أمة الرحمة لا، معفو عنه. هم، مالت النفس للفعل، وبعدين ده احنا بندرس في الأزهر وبنروح الصبح، بقى كلام فارغ، خمرتي وبتاع ايه، ام ربنا يكرمك ويديلك اجر وما يحاسبكش على ايه الاربعه دول. اما العزم لازم اعمل، ده هنا بقى المحاسبه.